قد يعيش المرجان لفترات قد تصل لخمسمائة عام أو أكثر. إنما طرق التكاثر اللي يعتمد عليها المرجان بشكل رئيسي طريقتين، إما طريقة جنسية أو طريقة لا جنسية. وترقد، بعد هيك بننقل على منطقة ثانية مشان ننعشها. الدولة بنزرع مرجان على شكل مية بالبحر. الطريقة اللاجنسية نستطيع أن نكثر قطعة واحدة من المرجان، إذا كان على سبيل المثال حجمها حوالي 20 سنتيمتر أو حتى 10 سنتيمتر كقطر، ممكن أن نزرع منها مئات من المستعمرات المرجانية الجديدة، وبعد فترة حوالي سنة إلى سنتين تكون كل قطعة من هذه القطع تساوي المرجان الأم. لأن صحة المرجان كثير مهمة بالنسبة للبحر. السبب في ذلك أنه الكائنات اللي تعيش في الحيد المرجاني تعتمد بشكل رئيسي على وجود المرجان بصفته الحيوية وليس بصفته كجسم ميت. تعتمد إما لمناطق اختباء أو مناطق تفريخ أو مناطق للحصول على الغذاء أو مناطق للتبادل الغذائي أو الفيزيولوجي وما إلى ذلك. جميع هذه الظروف تهيئ لمعيشة ملايين الأنواع ضمن الحدود المرجانية، ولكن شرط أن تكون صحتها جيدة. الآن اعتبار البحر الأحمر وخليج العقبة كبنك للمرجان على مستوى العالم، سببه أنه محمي كما أظهرت سابقا، وفي حال تم تدمير المرجان في مناطق أخرى في العالم بسبب إما الزلازل أو البراكين أو ظاهرة بيضان المرجان يموت كل شيء، ممكن أن نستزرع المرجان بالطرق التي شرحناها سابقا ونعود وننقلها إلى المناطق المدمرة في مناطق أخرى.